بنرحب بكم مرة تانية ونحب نفكركم أن لو عايزين تعرفوا أخبار أكتر عن المشتركين ممكن تتابعوها على إذاعة نجوم لبنان على موجة 100.2 أو 100.5 FM. خلينا دلوقتي نتعرف أكتر على يزيد. And there is no cure. يزيد خالد المغربي العمر 22 سنة المملكة العربية السعودية. شكرا. أخيرا وصلت على بيروت. طبعا أنا دائما بجي بيروت وبحب جدا بيروت كسياحة. بالنسبة لجمالك هيدا أنا ما مش قادر يعني. أنت بالنسبة لجمالك ليه ما تقدمي في مس لبنان؟ حلو عليك. حسك بجمال أنت. ما بيهمش ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. طبعا أنا طبعي جدا هادئ خلوق فيه جدا كمية مرح حلوة جدا. والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله انه الله يعني كتب لي النصيب ورجعت للبرنامج مره ثانيه عن طريق انه انقذوني طبعا اللجنه. الحمد لله كانت احلى مفاجاه في حياتي. طبعا الحلم بلش من بدايه دخول البرنامج وفكره دخول البرنامج. طبعا كانت بدايه الحلم لسه. والان انا جيت بيروت لكي اني احقق حلمي واوصل للطموح اللي انا ابغاه اللي هو في لبنان. شكرا. لا مش شكرا. الحلم بدأ معايا وأنا جاهز جدا للتحدي وهتشوفه يزيد المغرب السعودي. يزيد هنسمع إيه منك؟ طبعا أغنية الأستاذ عبد الله رواش الدنيا الولا. يزيد سبب تزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راس وتروح لا معك ينفع عتاب ولا ملام وانا سافر عن عذابك وانا اروح لا سبب تزعل وتجرح بالكلام تقلب الدنيا على راس وتروح لا معك ينفع عتاب ولا ملام وانا سافر عن عذابك وين اروح انت والدنيا يا قلبي علي انت غير الناس عندي وكل شيء انت والدنيا يا قلبي علي انت غير الناس عندي وكل شيء انا مو والهان انا مو والهان انا دنيا من الولا محتاج كبير انا مو تعبان انا مو تعبان انا دنيا من التعب راحتها بديت وانا ناقص حب ثاني انجرح منه وعاني وانا ناقص حب ثاني انجرح منه وعاني الله رضاني عليك. يزيد انت يعني اول شيء هيك مثل ما شايفك قدامي هيك النفضة اللي عملينا فيك نفضة موتور يعني كلها سوا عرفت كيف؟ بدي هني لما على الشكل اللي اعطتك اياه عرفت كيف؟ لانه كان شكلك هستيري شوي قبل انت صوتك شوي تنكي يعني عرفت كيف؟
اليوم ليك بقول لك اللجنة عم تشجع المعادن، صناعة المعادن. ما عندنا بين نحاسي وذهبي وفضة، عرفت كيف؟ ايه مش لا ليك بترول يتخرج من عندها بترول ليك. لا عن جد انت اليوم كنت جيد، يعني صوتك شوي مكتوم هيك، يعني مش واضح مظبوط، بس لا شك انه عامل مجهود اضافي يعني بشكلك وبصوتك. برافو عليك. شكرا. موفق. كيفك؟ منيح؟ منيح. انت منيح؟ يعني بدنا في ضباب شوي على صوتك، عرفت كيف؟ بدنا شوي اكثر، لانه عم تغني مظبوط، وما فينا نقول انك انت غلط او شيء، بس بدنا تكون في لمعية اكثر على الصوت. ولا لا جاي تقسم منيح بعد شوي. ايه انت بالربيع بصير منيح صوت. انا كمان بدي اشكر لما وهنية انه شلحتك الكاسك عم راسك. عملت لك قصة رابور، هلا صرت صار فيك تغني راب. ناقص احلى قصة هيدي. تاني مرة بدنا نحط لك كابي هيك مع وجهي. فبالنسبة للغنى اليوم عجبتني اكثر بكثير بكثير من امبارح، مع انه مش معودين، مش لازم نحكي عن امبارح لان الناس ما شافوا امبارح، بس نحن شفنا اليوم امبارح. يعني مضطر اقول لك انك كثير عجبتني اليوم. الضبابة على صوتك مزبوطة هالشغله، يمكن لانك حذر وخايف، عم تغني لجوا اكثر، بس فاجأتني. بترك الرأي بالغناء الخليجي للزميل الخليجي الجزار عبد الله. تفضل. كويس، يعني غنيت الغنية كإيقاع بشكل حلو وأديتها مضبوط، وأنا تفاجأت أنك غنيت بشكل، يعني لما أنت قلت أنا بالسيجمنت شوية، لما قلت أني أنا راح تشوفه، فعلا أنا قلت شنو راح نشوف، يعني شنو الجديد. فعلا قدمت شيء حلو، وأتمنى بما أنك الخليج الوحيد أتمنى أن ينتبهوا لك العالم، وأنا أتمنى تكون معنا إن شاء الله. موفق. شكرا. يزيد، زي ما استاذ عبد الله قال، انت الوحيد اللي بيمثل الخليج، قد ايه حاسس ان في مسؤوليه على اكتافك دلوقتي؟ مسؤوليه كبيره طبعا جدا، هذه ناحيه، وانت شايف يدي طبعا. الخوف، وانه انا ممثل طبعا بلدي المملكه العربيه السعوديه والخليج بصفه عامه طبعا، فاتمنى انه الكل يصوت لي، وخصوصا بلدي الحبيبه. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا دلوقتي نتعرف اكثر على صلاح.